احنا الان بالدمام عند اسطبلات الخيل، واعجبني ايضا هنا الربيع. شف الزهور ما شاء الله، وقت الربيع رائع. حتى فيه هنا حوش كامل كله اصفر، لون اصفر نفس كذا. لكن هناك مشكلة غير الربيع وغير المنظر الحلو هذا، في مشكلة اهم. اهل الدمام يشكون، بالذات اهل الخيول، ما عندهم اسطبلات. هذه الارض لها اكثر من 20 سنة. اهل الخيول واهل الاسطبلات يضعون خيولهم هنا وينظمون وقتهم، وبعضهم يتبايعون بين بعض. لكن فجأة جاهم إزالة، وين يروحون؟ ما في مكان يروحون فيه. وبعدين هذه شرف، هم الآن منظمين وقتهم، يا ليت أيضا يضعون هناك لهم تنظيم. شف شف كم اسطبل هنا، شف كم اسطبل. هذه هواية، وين يروحون؟ يبيعون خيولهم، يتركون هذا الإرث العربي القديم. فهم الآن قاعدين ينظمون وقتهم، لكن للأسف بعض الأحيان يحاربون. جاتهم إزالة وكل شوي صاروا طارد ومطرود. فهم يقولون الناس نظمونا، حطوا لنا مكان، ضبطونا، على أساس ما تروح هذه الهواية الرائعة. اسطبلات الدمام يشكون، يقولون نبي نريد مكان. هذه الرياضة القديمة العربية الأصيلة، شبابنا فيها الخير. ولكن وين التنظيم؟ وين مثلا هيئة الرياضة ومن يقوم في الاهتمام بالخيول؟ وينكم يا أهل الخيول والمهتمين بالخيل عن هؤلاء الشباب؟ هم والله يشكون. وأنا جيت في هذا المكان على أساس أنقل هذه الرسالة. أنا ما بيدي شيء، ما أقدر أسوي شيء، ولا معنى عصا سحرية، ولكن يا ليت تصل المسؤول. هم تكلموا ووصلوا أيضا أماكن، لكن يريدون حل أحسن. لأن شوفوا يا جماعة، عشوائية شوي، حتى منظر ما تليق حتى بالسعودية أو تليق في خيولنا في العالم العربي. لأنها حنا أهل الخيل، فيجب أن ينظم في مدينة الدمام وغيرها من المدن أماكن مناسبة للخيل العربي، وهؤلاء يصبح لهم أرض وأيضا تنظيم ورابطة وجمعية، ويصبح مكان تدخله فعلا تحس أنا أدخل. لكنك شفت كيف أدخل كشينكو وشجر عشوائي ومكاب هنا، هذا ما تليق حتى في منظر أهل الخيول. وذا ما يبون مكان يا ناس، يبون مكان. ياليت الكل يتشارك معهم، وياليت أتصل أيضا مسؤول، ياليت يصبح مكان لهم، لأن هذه إرث وهذه أيضا رياضة مثلها مثل رياضة كرة القدم، لهم ملاعب وكذا وكذا. هم يبون نفس القصة، مكان يخصصونه. في بعضهم حاط شينكو لأنه في أي وقت راح يهدم ويجي إزالة. فهم يقولون بس نظمونا وحنا نضبط كل شيء، حتى لا تكتبون الأرض باسمنا، على أساس ما يقولون هذه لهم كذا. يبون فقط تنظيم ومعتمد، منطقة وأرض، والأراضي عندنا واسعة. هذه طبعا وجهة نظرهم، أنا نقلتها، وأيضا يليتها تصل بإذن الله ونسمع من أحد الأخوان هذا الكلام. أحد الأخوان عنده اسطبل وبعت الاسطبل أنت. نعم. ليش بعته؟ لأنه تضايقت. والله هذا كلام من 5 سنوات. طبعا احنا نعاني هنا من 20 سنة. ايه طبعا انا احد مربي الخيل القدامى في المنطقة هذه. انا كان عندي اسطبل هنا، وتفاجأت يوم لقيت عليه ازالة، وازالة وجاني خطاب تهديد بدفع غرامة. والعاديات ضبح، واعدوا لهم ما استطعتم. صور كثيرة بالقرآن والسنة تدل على الخيل العربي الأصيل. اليوم عندنا فيلم عن هذا الخيل العربي الأصيل، فيلم بسيط، ولا نوفي هذا الخيل حقه. هذا رمزنا، هذا تاريخنا، هذا جزء من إرثنا العربي القديم، لابد المحافظة عليه. من أجمل خيول العالم، بالرشاقة
بالجمال بالشجاعة بكل شيء. يا سلام. حب غريب بين الإنسان والخيل. يا سلام. ليش التمسيح دائما نشوفه؟ حتى في القرآن ذكرت فطفق عليها فطفق ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، هذه ذكرت عن سليمان عليه السلام. طبعا الخيل سبحان الله من أكثر الأماكن اللي تشعرها أنت بالود وتشعرها أنك ما بتؤذيها لما تمسح على عنقها، ومن أكثر الأماكن اللي لما تمسح عليها تعرف أنها سليمة وقوية وما فيها مشاكل اللي هي القوائل. مسحا بالسوق، هذه السوق، هذه السوق ها تمسحها. أيوة. وكذلك العنق لما تبغى تتودد إليها وتكون قريب منها، هذه من أهم الأماكن اللي لازم أي مربي يكون قريب من خيله بهذه الطريقة. أول شيء مسح القوائم لأنه أهم ما في الخيل القوائم. يا سلام سبحان الله. قلت لي قبل شوي احذر تجي الخيل من وراء فجأة. اي الخيل جفولة وسريعة لها ردة فعل سريعة جدا، ترفس تسكر. نعم، فإذا جيت من خلفها تجي بحذر وبهدوء وتشعرها انك موجود. ولا تجي خيل من الخلف انت ما تعرفها، لأن سلاح الخيل الرفس. اشوف انا بعض الفحول الذكور فيه ان اذا تضاربا عض وايضا صقر من وراء، هذه سلاح. نعم. صح؟ نعم. بين بعض القتال. نعم. هل الخيول الذكور بالبرية، يعني إذا شفنا خيل مثلا نقول هذه خيول برية مثل في الغرب الأمريكي، الخيول تتنافس مثل الجمال، ما حد مثلا يلقح هذه إلا القوي منهم، إلا المسيطر أو المسيطر لهم زعيم يعني. لهم زعيم، لازم فحل مسيطر. أما ما في، لأنه سبحان الله حتى الخيل، الخيل بصفة عامة يقتل أبناء غيره في غيرة حتى على النسل اللي يطلع. صحيح، مثل الأسد. نعم صحيح، في البرية. طبعاً إحنا في البرية. نعم في البرية، إذا كان موجود في البرية، وفي برامج وثائقية تثبت هذا الشيء. أنا شفت هذا أطلقوهن الخيول في ميدان كبير، يبدأ بعض الفحول يفرضن سيطرتهن. طبعاً الفحول تكمل. الفحول ما تنحط مع بعض أبداً إلا إذا تربت سوا. أما تجي بفحلين غريبة لازم واحد فيهم يقضي على الآخر، فعشان يقتله ممكن يوصل أو يصيبه. يصيبه لين الخيل طبعا عنده حركة الاستسلام، في حركة معروفة نعرفها. إيه؟ اللي هي إظهار الاستسلام، في حركات معينة يظهرها الخيل، بس في الغالب الفحول ما تستسلم بسهولة وممكن يؤدي إلى الموت القتال، فعشان كذا لا يغامر أحد يحط فحول مع بعض. وحتى السيطرة بين الأفراس، إذا أفراس جدد بين بعض حطوهم في بادوك مع بعض، واحدة فيهم لازم تصير. وكذلك الأمهار، السيطرة عند الخيل موجودة سواء مثل بقية الحيوان، لازم يسيطر القوي يسيطر على الضعيف. شكرا لك كبير. الله يعطيك. هذا الفنس نبي نتكلم عنه، هو جاية كذا ثم نازلة بهذا الشكل، تمام، بالخيل العربي الأصيل، يعتبر رمز الجمال، يسمونها الخيل المصري. أنا سمعت أن أيضاً الممثل أحمد رمزي كان جده سايق من سماسرة الخيل أصلاً من الجزيرة العربية، فكان يودي الخيول إلى مصر طبعاً، ولها قصة الخيل المصري وليش سموه بالخيل أو الحصان المصري. تكلمنا عن وش قصة الحصان المصري. الخيل المصري طبعاً من الجزيرة العربية، أصلا من الجزيرة العربية. نعم، في في أيام قبل الدولة السعودية. نعم. في أحد الحكام إذا ما خاب ظني محمد علي باشا. أيوة. أرسل مراسيل إلى هنا الجزيرة، إلى نجد، إلى الحجاز، إلى أخذوا أنقى السلالات الموجودة هنا من الخيل العربي لكي ينتجها في مصر. أخذوها من أحسن. أخذوا من القبائل هنا ومر القبائل. أنا سمعت يقولون يدورون أفضل خيل، شجاع، جمال، كل شيء، يأخذونه في أموال أهم شيء بس يحصل عليه. نعم نعم، في بعض الخيل المصرية أنا شفتها بعيني، رفع شيء رهيب، مع أنه في الغالب ما يغلب عليها الرفع، لكن يتميز الخيل المصري. طبعا هم ركزوا لما راحت مصر
إيه. ركز على الرأس أكثر شيء. ركز في الإنتاج على جمال الرأس. جمال الرأس. نعم، وظهرت خيل مصرية جميلة في الرأس، شيء لا يوصف. أنا شفتها بعيني. وسمي الخيل المصري. سمي الخيل المصري لأنه اهتم فيه في مصر. وكاثروه. تكاثر في مصر. قاعد يعني يجيب السلالات أحسن سلالات. إيه. في الجزيرة العربية. إيه. فترة معينة. إيه. ويوديها وين؟ مصر. فقعدت هذه السلالات تتهجن مع بعض. نعم. فطلعت شيء. سلالة متميزة. أول خط المصري. هذه طبعاً بينا فيها. هو أصلاً الخيل العربي من الجزيرة العربية. بعدين حافظوا عليها جد عن جد. لكن جاء واحد من البشوات على ما سمعت. ما يعني ما عنده هواية. غير مهتم. غير مهتم. الظاهر ما أدري خديوي والله ما أدري. أحد أبنائهم. إيه. فقال. ليش هالخيول وهذه؟ قال يا هذه جدان كذا. قال يا الرجل أباحها على العالم. نعم، فسموها العالم. الخيل المصري. صح الكلام. نعم، صحيح. ولا لا معلومة صحيحة 100%. يا سلام. طيب الخيل العربي الأصيل أصله من وين؟ أول خيل بالعالم، لأن الآن ناس سمعت يقولون فيها بعض العنصرية، وإن شاء الله ما هي بالعنصرية، لكن سمعت من بعض الناس ما يبي يطلع شيء من الجزيرة العربية، كأن ما عندنا لا حضارة ولا أي شيء، ولا عندنا حتى حيوانات، كاننا جايين من كوكب آخر. فنسب هذا الخيل، ونسب أيضا الكلب السلوقي عزكم الله، ونسب أيضا أشياء كثيرة إلى الفراعنة، تمام؟ ونسب أيضا إلى بعض الدول الرومانية وغيرها، أن أصل الخيل بالعالم من هناك. حتى وجدوا نقش قديم على ما أعتقد في نجران من أقدم النقوش بالعالم، وهذا يثبت أن الخيل هنا قبل ما يأتون شيء اسمه فراعنة. فهذه مثل الصفعة أصبحت لهم، على أنهم يدرون أكثر العلماء وأكثر الناس أن أصل الخيل بالعالم بالذات العربي الأصيل من الجزيرة العربية، فكان قديما متوحش. ثم قام الإنسان في وضعه. أنا أعطيك معلومة تضيف على المعلومات. الخيول موجودة في جميع أنحاء العالم، سلالات الخيل مختلفة، لكن السلالة هذه العربية اللي تتميز بدقة القوائم، وسع العين، وسع العين، وسع المنخر، هذه صفات صحراوية سبحان الله. فالسلالات الأخرى اللي موجودة في دول العالم، كل سلالة على بيئتها، بعضها زي السلالات الأوروبية ضخمة، بعض السلالات زي البربرية، زي السلالات الهندية، لها صفات مختلفة عن العربية. العربية جذبت العالم كله بصفاتها الجمالية وبقوة تحملها، حتى أنه كان في دول قديمة قبل أن يخرج الخيل العربي من عند العرب، كان يتمنى بعض الحكام في أوروبا، طبعا الخيل عندها كحة تمرض سبحان الله، الأجواء سبحان الله، كل الخيل فيها ترى في فيروس الجو حتى في الجلال سبحان الله. فكانوا يتمنون يمتلكون لو حصان، لو أي سلالة من الخيل العربية، لما شاهدوه في مقابلة العرب في الحروب من تحمل ووفاء للفارس من هذه الخيل. لا استغربوا حتى يقولوا شلون العرب وصلوا حتى إسبانيا، تمام، بهذه الخيول، ما يدرون ان سرعة الفتوحات الإسلامية غير الشجاعة وغير المعارك وذية، قوة الخيل وصبرها وسرعتها ايضا وتحملها، هذه احد الاسباب اللي ساعدت في انتشار الإسلام وغير انتشار الإسلام اذا وصل العرب حتى بلاد بعيدة، حتى عبروا جبال أطلس الوعرة المليئة في ايضا الثلوج القويه. نعم، هذه معلومه كنت بتطرق لها. سبحان الله، الخيل هذه مع انها خيول صحراويه الا تتحمل الشتاء القارص اكثر من السلالات الاوروبيه، وجربت في الحرب العالميه الثانيه اذا ما خاب ظني، او الاولى اذا ما خاب ظني، جربوها في روسيا لما دخلوا الحرب في روسيا، دخلوا بسلالات خيل كثيره في الحرب، فما رجع منها للخيل العربي. الله، الباقي كله مات في الثلج. هذه معلومة موثقة، ممكن الإنسان يبحث عنها ويحصلها في الإنترنت. طيب الخيل الإسباني والخيل البربري، هل هي دماء فيها دماء عربية لأنها قريبة بالشكل إلى الخيل العربي؟ لا، أنا لو أقول فيها بيزعلون من الأخوان، لأنهم عندهم ولا زي إحنا العربي، الأخوان البرابرة عندهم خيل. ترى أرسل رسالة إليهم، أخواننا عزيزين وغالين، ومنهم أيضا
طارق بن زياد ومنهم أيضا ناس خدموا الإسلام وأيضا هم أخواننا وبيننا وبينهم صهر، فنفتخر فيهم. خمس سلالات تمام، لكن أنا أتكلم عن هل الخيل هي كذا أو سلالة معينة؟ والله على حسب معلوماتي. أنت قل اللي عندك ما راح يزعلوا. هذه وجهة نظر. أنا طلعت على كثير من برامج لهم، فهم عندهم محافظة زي ما إحنا محافظين على الخيل العربي، هم عندهم محافظة على النسل البربري من الخيل، ولها صفات قوية قوية خيلهم، لكن تختلف عن الخيل العربية. فهم أقصر ولا لا؟ لا أضخم. أطول صح؟ أضخم إيه؟ أضخم وقوية التحمل، لكن طيب. لا تضاهي الخيل العربي في التحمل وفي الرشاقة. الخيل العربي جمع بين التحمل والرشاقة والذكاء وأشياء كثير طبعاً. الخيل الثاني فيها صفات لكن ما ترتقى الخيل العربي الذي أبهر العالم وأنشأ له منظمة خاصة سماها منظمة الواهو. الواهو هذا نعم. الخيل العربي اهتمام عالمي. اهتمام عالمي. طيب الثاني وش اسمه الإسباني؟ الخط الإسباني في الغالب ترى خيل عربي. هذا الخيل الإنجليزي هو هجيم بين الإسباني وبين لا 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 ولا الإنجليزي في السباق. ترى خيول الإسباني اللي في إسبانيا موجودة مهجنة من خيل عربية بعد الفتوحات الإسلامية اختلطت نسبها، لكن في خيول واهو إسباني عربية محافظ نسبها عربي إلى اليوم. إلى اليوم نعم. موجودة عند الهنود الحمر طبعا المبرقشة هذه هو البرقة، في خيول معها خيول إسبانية أصبحت برية، هل هذه الدماء فيها خيول عربية؟ شوف بعطيك معلومة، الألوان في الخيل العربي هذه تطعم في نسبه، يعني مثلا لو عندك خيل عربي ظهر فيه ألوان فوق نص القائم البقعة هذه أعرف أنه هذا خيل غير عربي. خيل عربي ما يجي ما يكون مبقع ابدا، بس يجي محجل. محجل ما في مشكله في السياله هذا، لكن اذا بدا اللون يظهر في جسمه من اي مكان ثاني. هذه المعلومه موجوده في كتب حتى في العرب اول سابقا. ايه يعتبر لا. يعتبر عيب قوي. طيب الالوان وش الاشعل اللي هو طبعا في الاشعل اللي ابيض ومنقط بالاسود ايه، والازرق الأبيض النقط بالرمادي، والأصفر اللي هو الأبيض اللي نسميه أصفر، والأسود والأدهم والأحمر، والأدهم اللي هو يجي أحمر غامق، أحمر غامق جدا يسمى الأدهم أو الأسود. أي أو الأسود يسمى أدهم عند العرب بعد، بس إحنا الأول أصفر العظيم الأحمر الغامق يسمى كوميت. نعم كوميت نعم. أما الأدهم الأسود. الأسود أي نعم أيوة. والبرشوش والأشقر قلنا الأشقر ما قلنا الأشقر المشكلة مهري الأشقر. طيب والأبيض وش يسمى الأشقر اللي هو الأبيض أيه؟ أصفر طيب. واللي رصاص مبرقش ذا زي هذه مثل هذه يسميها شعلة، لأنها شوف معناها لكن فيها سواد، فيها لونها رصاصي مع بيضة بس فيها رصاص. مرشوشة هذه بال أيه. نعم لا تأخذني على مسميات. لا عادي. حنا فنان ودائما نقول رصاصي بني أحمر على طول نوضح الناس. مسميات متعارف عليها. بيض الله. هذه الألوان أفضل الألوان اللي تحب عندهم عند حقين الخيول العربية الأصيلة. أنا بالنسبة لي أحب البيضة للأمانة. الصفرة دي. الأسود حتى بنغلى الأسعار الأسود. الأسود. حق زور وطقتهم. سبحان الله تجي الخيل السود طبعا النبي عليه السلام ذكر أحاديث وصفاتها. الأدهم نعم ذكر منها الأدهم وذكر الصفات المحجلة نعم. أبعطيك كلمة بس قبل ما ننهي الحديث، الجزيرة العربية هذه بس حاب أتطرق في هذا الشيء، لا يشوفوني عنصري في هذا لكن هذه الحقيقة، أخرجت حيوانات لا توجد بالعالم إلا فيها، وتتميز هذه الحيوانات في صفات سبحان الله عجيبة غريبة، وتعتبر من أجمل الحيوانات اللي موجودة على ممكن سطح الأرض، ما هي بمجاملة. مثلا عندك الأغنام النجدية لا توجد بالعالم إلا بالجزيرة العربية أصلا، وهي أغنام صحراوية من أجمل الأغنام كمنظر كجمال، وأيضا شعرها يتميز في يصنع من بيت الشعر ويصنع منها أفضل من الماعز الكشميري يسوى عنه دعاية بريطاني. عندك الماعز الصحراوي العارضي أيضا لا يوجد إلا في الجزيرة العربية بالعالم، وانتقل طبعا مثل الخيل العربي الأصيل إلى الوطن العربي وبعض البلاد الأخرى، وأيضا شعره ممكن استفادة منه وتحمله شيء آخر. الآن يتعرض إلى التهجين هو والأغنام النجدية، وللأسف المربين بعدوا عن هذه السلالات.
أيضا الجمل العربي ذو السنام الواحد خرج من الجزيرة العربية وكان في السابق يصاد كان حيوان بري في بعض الرسومات مطلعينه. هناك بعض الحيوانات للأسف انقرضت موجودة عندنا واختفت بسبب الإهمال، فنحن أيضا نخاف على الخيل العربي الأصيل منه أن ينقرض أو يختفي من أرضنا ويذهب إلى ناس ثانيين. فجزاكم الله خير. في معلومة بس أنا في هذه نعم. الخيل الخط السعودي اللي هو الجزيري، جزاهم الله خير الحكومة عندنا منعوا تصدير هذا الخط. إذا تمتلك خيل أصيل عربي أصيل مسجل من الخطوط الجزيرية السعودية هذه ممنوع تصديرها إلى خارج البلد. هذه من المحافظة على يعني هذه خطوة نشكرهم صراحة. هذه خطوة ممتازة. طيب لو حتى الدول المجاورة حتى ما تصدر ممنوع تصديرها. ممنوع لأن لو راحت هناك راح تصدر. هذه آخر معلومات وصلتني إنه ممنوع تصديرها من فترة طويلة. ان شاء الله انهم مستمرين. هذا شيء طيب. نعم طيب هذا بالعكس. شيء طيب جدا. هذا يحافظ على السلالات الموجوده ما تطلع خلاص، لكن اما الخيول الثانيه الميكس هذه كلها جايبينها احنا من برا من خيول هذه ممكن تصدر. ما عندكم هنا جزيري؟ لا. والجزيري غاليه. نعم. في لو عندك وقت. خيول الامير السلطان بن عبد العزيز الله يرحمه. ما شاء سمعت انها بالجمال رقم واحد. ما شاء الله ما شاء الله. والريان هذا الريان منها صح لا لا نعم بعض الخيول اللي بالخليج العربي اخذت من هذا نعم. الخيل وفازت الان في بعض في جمالية. بعض الاصدقاء اعرفهم انا مهتمين بالخط الجزيري فقط وعندهم تعصب عليه وغالي صح نعم. اغلى يعني اصبح اغلى من الخطوط الاخرى. طيب الكحيله والعبيه والصدراويه هذه ارسان اصل الخطوط العربيه. اصل الخطوط العربيه ترجع من هذه الارسان. يحتاج لها باحث اكثر مني صراحه رحم الله من عرف قدر نفسه. لا لا بيض وجهك تقدر تذكرنا بعض منها في الصويتيات الصويتيه اي هذه اللي عرفت تتميز بالطول حسن الصوت حلو وفي العبيه تتميز بالمشوال وفي الصقلاويه تتميز بالسرعه وفيها الكحيله تتميز بالسرعه والجباره عندنا معلومات بسيطه يعني لكن هذه بس كلها من الجزيره كروش وفي رسن اسمه كروش اي في ارسان كثيره كل كرس كلها من الجزيره هذه تسميها نعم الجزيريه نعم, 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 نعم هذه كلها من جزيره عربيه هنا. ايوه وكان الجزيري هي نفس سلاله الجزيره نعم كل سلاله الجزيره نعم. حتى هذه فيها رسم يعني زي هذه مثلا ايش هي هذه العبيه ذي ولا لا كحيله اظن كحيله حيلة. يعني هي الى الان محافظين عليها الديراب جزاهم الله خير لكن اي نعم بس احنا ما عندنا صراحه علم كامل فيها يحتاج لها ناس باحثين ما قصرت يا جماعه بهذا الفيلم البسيط المتواضع قدرنا نعرف بعض المعلومات وطبعا انا تدخلت ولا اني بفهم شيء طبعا هم مدرسه وهم يعلمونا لكن انا دائما احب بعض الاشياء اشوفها بالخيول واتابعها فاطرحها لهم اقول انا سمعت كذا انا سمعت كذا على اساس تصل المعلومه للمشاهد افضل واحسن. طبعا اول خيل معروف عند سيدنا سليمان هذه المعلومه موجوده في التاريخ. اول من استأنس الخيل الملك سليمان عليه السلام النبي الملك سليمان عليه السلام طبعا كان يمتلك انا والله نسيت المعلومه لكن اهدى لبعض في قبيله إيه؟ اذا ما خاب ظني قبيله ازد اهداهم حصان وخرج منه كثير من السلالات كان سريع والله اسمه ايش زاد الراكب هذا اول حصان من الخيل اللي اهداها الملك سليمان الى قبيله ازد اذا ماني واهم ايوه وكان سريع من كثر سرعته من اسمه زاد الراكب تركب عليه تحصل زادك في الصيد سريع جدا اها وكانت هذه من اول السلالات اللي بالجزيره العربيه نعم ومنها خرجت كثير من السلالات اللي عند القبائل ولها قصه طويله اللي بيرجع لهذه القصه يجدها في كتب التاريخ كيف بدأ إنتاج هذه السلالة والله هو أعلم بيضا وجهك وضحنا كل شيء وطبعا حنا نقطة من بحر في عالم الخيل وفي ناس يمكن يفيدون أكثر ممكن يصلحون بعض الأخطاء لكن بيض الله وجهك أنت بالنسبة لي أنا أنت فتني الله يبارك والحقيقة للأمانة الأخ بندر
الأخ سعيد أيضا ما قصر بالكرم والله العظيم، يعني أنا الحين بطلع منهم ما قدرت، بيض الله وجهك الله يقدر ونعم رجال. وتكفون تكفون أرجوكم استمروا، ترى قلوبنا معكم الله يعين، قلوبنا معكم، ما تدرون لو أوخر المحمية حقت اللي فيها نيص وفيها وبر ودي ونحط فيها خيط. الحمد لله احنا في دولة والله ما قصرت معنا في كل شيء، لكن تعرف نطمح للأفضل، يعني نطمح للأفضل، واحنا والله ودنا ندعم الرؤية، يعني احنا مع ندعم أولي العهد الله يجزاه بالخير، لأنه في استثمار عظيم قاعد يهدر في الخير صراحة. احنا نشوف انه في استثمار عظيم، دول قائمة على استثمار الخير، ممكن الإنسان يرجع ويشوف بلجيكا وبولندا استثمروا بشيء رهيب في الخير. ان شاء الله نشوف بلجيكا بولندا بندر الزهراني سعيد الغامدي ايضا هؤلاء عالميين باذن الله وينافسون دولة باذن الله، ما في ترى شيء صعب، نعم في الامل موجود، نعم قول وفعل، نعم ناصر. اما نقول والله 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 اقعد ما راح تسوي شيء، نعم ما دام عندنا الامل سوف نصل باذن الله. باذن الله الله يجزاك بالخير، شكرا لك ويثيبك الله يجزاك بالخير. شكرا شكرا لك سعيد، اسف طولنا عليكم. لا ما عندك مشكله. هذه الخيل العربي الأصيل، الخيل والبيداء تعرفني، والرمح والقرطاس والقلم، أما أنا ما تعرفني ولا تطيقني أصلا ولا تبيني لها هلها. طبعا الخيل العربي الأصيل هذه رمزنا وموروثنا أيضا، وسوف تعود كما كانت إلى العرب، وأيضا حب من جديد لهذه الخيل، والجيل الجديد هو الأهم. هذه الخيل عبرت الصحراء وعبرت أيضا بلاد ذات طبيعة قاسية، وصلت بسرعة وصبرت ثلوج برد حر شديد فيافي أنهار حتى وصلت، وساعدت أيضا أجدادنا بالسابق في نشر الإسلام وأيضا نشر الحضارة العربية الإسلامية من أسبانيا حتى آخر بلاد فارس. فهذه الخيل هي جزء منا، لا يمكن أن نستغني عنه، لا يمكن أن نتركه. للأسف أشاهد الآن تراجع في حب هذه الخيل الرائع والجميل، يا ليتها تعود كما كانت. والله يا جماعة من أجمل مخلوقات الله، من أرشق المخلوقات، وأيضا فيها من الوفاء، فيها من الشجاعة، فيها من الإخلاص والحب لصاحبها. معارك كثيرة إذا طاح الواحد ما تتركه مثل بقية الخيول، لا تدور عليه تدور عليه حتى يقوم وفاء لصاحبها. فالخيل هي رمز الوفاء ورمز الشجاعة ورمز الإقدام ورمز الجمال، فليت نحافظ عليها. ونشكر أيضا الأخوان اللي ضحوا في مالهم ووقتهم، وأيضا دفعوا أموال كثيرة ولا في أحد دعمهم ولا أحد درى عنهم، فلا تنسونهم من الدعاء وتساندونهم. وغير هذا كله أنت تشاهدني، إذا تقدر تربي خيل للحفاظ على هذه السلالة، هذا الفيلم هو جزء بسيط يعلمنا شيء عن الخيل، لكن ليس هو الكل. فيا ليت الأفلام الوثائقية، يا ليت القنوات تهتم بالخيل العربي الأصيل، ويا ليتها تعود كما كانت وأحسن. شكرا لك، والله عز والله عز.